اهلا بكم اعزائي المشاهدين في كل مكان، واهلا بكل اولياء الامور والطلبه اللي ناجحين في الثانويه العامه واللي دايما بيفكروا في المستقبل. طبعا اولياء الامور بيشاركوا ابنائهم في هذه الفتره في اختيار الكليات بعد ظهور النتيجه. طبعا الدرجات ما كانتش زي الاول، يعني النهارده ما بنسمعش عن 98 او 97، احنا بنتكلم في 91 و92، يمكن في الدرجات اقل من كده بكتير للسواد الاعظم من ابنائنا الطلاب اللي بيوصل ساعات لحاجة و60 واللي بيتدنى إلى حاجة و50 أيضا. لكن المشكلة مش بس في الدرجات، يعني الدرجات أمرها محلول، لأن موضوع الدرجات هيوزع بشكل توافقي على الكليات المتاحة وكل هياخد حقه من خلال درجاته أيضا. لكن الإشكالية أن أولادنا الطلاب لما بيحققوا نتيجة بيلاقوا المشكلة صعبة. ساعات بيبقى طالب نفسه يخش كلية معينة ويلاقي نفسه درجاته ما جابتش الكلية، هو بيحاول يتجه إلى كلية أخرى موائمة للكلية، ومن هنا بيتوه في اختيارات بيتدخل ناس كتير جدا معاه علشان يختاروا ليه. كمان لو هو جاب درجات أعلى مما كان يتخيل، يعني هو كان طالب مثلا تجارة لقى نفسه جاب أرقام تدخله كلية طب مثلا أو اقتصاد أو علوم سياسية أو إلى آخره، أو كليات المتخصصة وشعبها المختلفة، هيلاقي نفسه في الاخر بيقول والله انا معايا مكسب حققته، لازم اتجه لكليه قمه اكبر من احلامي، من هنا بيتوه ما بيحققش نتيجه في الجامعه. النهارده هنقدم حلول من خلال استشاري تربوي تنميه بشريه واستشاري علم نفس ايضا في هذا المجال. بيسعدنا ان يكون معنا الدكتوره رباب اششتاوي، استشاري علم نفس وخبير التنميه بشريه. اهلا وسهلا بك. اهلا، منورانا. ميرسي دكتوره. يمكن اشكاليتين بيقابلوا طلابنا، وطبعا توهان في منتصف الطريق، ازاي هنختار الكليه اللي توائمنا وتوائم مجهوداتنا وتناسب تطلعاتنا للمستقبل. صدمه كبيره من الدرجات، ولكن هناك رؤى لابد ان احنا نكون مستعدينها من قبل كده بكتير علشان نقدر نحققها. الاشكاليه برمتها اسمحي حضرتك توضحها لنا. هو المشكله ان الناس كل الاولاد حلموا واهاليهم حلموا ودفعوهم في اتجاه معين، بصرف النظر الاتجاه ده هم كفء له او لا. حقيقه ان هم هيوفقوا، ممكن كفؤوا ما وفقش، هيوفقوا له او لا. فلما ظهرت النتيجه في عدد كبير حصل له صدمه، لانه هيغير تفكيره، هيغير الحلم اللي حلم بيه. دي بالنسبه له اشكاليه، يا اقل يا اعلى. يعني دي بالنسبه له اشكاليه، يعني حتى اللي كان راسم يقول لك انا هدخل تجاره وجاب مجموع اعلى، فهو برضه هيغير حلمه عشان مستخسر فرق الدرجات. مستخسر فرق الدرجات، لان حاسس ان الدرجه جت بشقه، ان الدرجه ما جاتش بسهوله، فهو مستخسر المجهود ده. تمام. فالتغيير جزء من الحياه، ان انا دايما بغير حسب المتاح. يعني لو انا بحلم بكليه، الكليه ما جاتش، فانا ابتدي اغير تفكيري، وانا اي مجال اقدر اثبت فيه نفسي. يعني انا زمايلي اللي كانوا معايا اللي دخلوا كل الكليات او اللي دخلوا معاهد، كلهم بسم الله ما شاء الله كويسين، كلهم ممتازين ومستواهم رائع ومستواهم المادي هايل. ده يعني درجتك في الثانويه العامه ده مش درجتك في الحياه. دي مش هتعيش ازاي. دي حاجه ودي حاجه. تمام. الكليه خطوه في حياتك. تمام. فعشان كده انت لو دخلت اي مجال لازم يعني تقدر تعمل فيه بصمة، ده اللي بيفرق. طيب اسمحي لنا نغوص مع حضرتك في جذور هذه المشكلة من البداية، وهي اختيار حلمي للمستقبل. يعني لما بنيجي نكلم أبنائنا في مرحلة الطفولة، أنت نفسك تطلع إيه؟ غالبا ما بيقول يا إما دكتور يا إما مهندس، عدد كبير جدا منهم، وقليل ما بيقول والله انا مثلا، او بعضك فيهم غالبيه عاوز ابقى مدرسه او مدرس لان انا بحب ابلتي، فهي نموذج متوفر لي قدام عينيه يوميا زي المدرسين، وبقى امنيات حياتهم ان هم يكونوا على نفس القدر من الاحترام ومن الادب الجميل ومن الشياكه والى اخره. محفزات كتير جدا لاولادنا علشان يتمنوا امنيتهم. لكن المستقبل بيتضح شوية شوية، ويمكن من أول إعدادية وبداية دخولنا الثانوي بنبدأ نستشعر إحنا متفوقين فين وعاوزين نروح فين. لكن للأسف ما بيبقاش في رؤية كاملة، ما بيبقاش في تدريبات، رغم إن المواد بتوجه أبنائنا بالحب والدرجات، أنا بحب ده وبميل لده سواء كان المدرس كويس ولا لأ، لكن في الآخر أنا بحب المادة دي. هذه الإشكالية إزاي نحلها مع نفسنا ومع أولياء الأمور مع أولادنا كمان، علشان لما يبقى عندهم الرغبة الحقيقية الفعلية يلاقوا الرغبة دي بتتحقق في المستقبل بقوة إرادة. رغم إن الدنيا بتوسع في المهن، يعني دلوقتي في مهن ما كانتش موجودة زمان. تمام.
يعني فكرة الهندسة الطبية دي من 20 تخصصات جديدة ما كانتش موجودة. الديزاين بتاع الكمبيوتر ما كانش موجود، الاي تي ما كانش موجود. المهن بتتسع ومجال العمل بيتسع، الا ان احنا افقنا ضيق في الثلاث حاجات الطب والهندسه والتدريس. اشرت للثقافه يا فندم الخاصه بمعرفه الكليات و طبعا ومجالات فرص العمل ومجالاتها. في مجالات عمل بتندثر بقت خلاص على الكمبيوتر بتجيبها، فما انتش محتاج، ومهارات بتروح يعني دلوقتي لو حد عنده، لو انا يعني مثلا جدي ولا بابايا عنده مهاره في كتابه الاله الكاتبه يوزلس ملهاش لازمه خلص. ففي مهارات بتندثر وفي مهارات تانية مطلوبه وفي مجالات في العمل بتفتح وفي اقسام كلير بيبقى مثلا السنه دي اول قسم تمام، فانا لازم ابقى واعي بده، واعي ايه مجالات العمل اللي المستقبل بيفتح لها دي، يعني الاي تي المستقبل فاتح له لان كل يوم في تطور حقيقة. في حاجات تانية لازم كمان ابقى عامله حسابي ان انا لو دخلت مش هستريح، ان انا دايما اذاكر على طول، يعني مهنه زي طب الاسنان يعني لو اي حد راح لدكتور السنان النهارده بيفرق من سنتين، بيفرق من 5 سنين، الدرس اللي كان بياخد مثلا 5 6 جلسات عشان يتحشي دلوقتي ممكن في جلسه واحده عشان في ليزر وفي مواد احدث صح. وفي فده مجال كل يوم فيه جديد، فانا مش هدخل طب اسنان عشان ابقى دكتوره وابقى اريح دماغي، لا ده انا كل شويه محتاجه ان انا اقرا ومحتاجه ان ادرس ومحتاجه ان انا اطلع، انا اورينتد لده ولا انا طبيعتي مش كده. طب هل المناهج اللي بيدرسها اولادنا داخل المدارس بتتيح لهم هذه الرؤيه؟ هل ليهم يعني معرفه من خلال بعض المناهج زي مثلا الدراسات الاجتماعيه اللي بتشير لتاريخنا وكاننا، هل ممكن ماده معينه تتيح التخصصات مختلفه وتدي رؤيه حلوه في دروس معينه بحيث ان اولادنا وبناتنا يبقوا عارفين هم عاوزين يروحوا فين؟ بره بيعملوا ده، انا ما شفتوش في المناهج المصريه، بره في الكتب مثلا في كتاب الساينس بين كل فصل كده يجيب مهن مش معروفه، يعني مهن مثلا زي مثلا اللي بيعمل العدسات اللانسز والمصانع بتاعتها دي حاجه محدش ياخد باله منها، اللي هي العدسات بتاعت الاجهزه او عدسات النظارات او وممكن يتيح التدريب فيها كمان يعني ده في الاجهزه الصيفيه احنا ما ناخدش بالنا منها. ففي مهن احنا ما بناخدش بالنا منها فعلا مع انها مهن مطلوبه، زي المهندس اللي بيعمل الدوائر الكهربائيه اللي موجوده في كل الاجهزه تمام. احنا نعرف المهندس اللي بيبني عشان بنشوف العمارات طول، الا لو حد يعني له حد في العيله او كده، لكن مهندس الدوائر الكهربائيه لانه بيشتغل في هدوء وبيشتغل في مكتبه احنا ما نعرفوش، فالمناهج بره فيها ده في تمام. مصر ابائنا تملي كانوا يقولوا لنا لما نيجي نقول احنا نختار كذا يقول الهوايه حاجه والدراسه حاجه تانيه، انت بتحب الموسيقى بتحب الغناء بتحب المسرح، لكن انا مش شايف انك ممكن تخش ده، لا انا عاوزك تبقى دكتور او مهندس يا اخي وبعد كده خليها هوايه. كلمه خلي هوايه ودراسه بشكل معين الاثنين لو اتفقوا مع بعض هوايتي مع كليتي اكيد هيكون فيها صدى كبير. ده بيتوه مننا كتير يا فندم. هو التعلم عمليه اراديه، الانسان ما بيتعلمش الا وهو حابب. حقيقه. فانا لو اتعلمت هوايه انا الهوايه دي قصه حب، يعني انا بحب الموسيقى. تمام. دي هوايه الموسيقى يبقى بحبها. هواية الغنى يعني بحبه، هواية التمثيل يعني بحبه، يعني اتعلم حاجة وانا حاببها، الحاجة اللي اتعلمها بحب هي اللي بتفضل في الذاكرة. عشان كده دايما الطلبة بيذاكروا وينسوا. لأنهم مش بيذاكروا بحب. طب دور أولياء الأمور هنا إيه؟ يعني أنا عارف إن ابني متميز مثلا في الرسم أو في الديكور أو في التلوين، أنا أخش في نقطة ضيقة يلا تبقى أنت فيها من الأوائل. لكن ما اقولوش خليها دي بعدين وخلينا دلوقتي نخش كليه هندسه لان مجموعه جاب كليه هندسه. هيبقى بتنصحي ده حتى الأمور. الهندسه فيها رسم ممكن يدخلوا حقوق ممكن يدخلوا علوم تمام، فده بالنسبه له هيبقى سجن مفتوح ما يبعدوش ابدا عن هوايته الاساسيه عشان هو يستريح تمام. عشان هو عشان اصل ولي الامر عايز ابنه مرتاح بس هو مش عارف يعني مش عارف يوصل لدي حقيقة. هو لما عاوز يختار له احسن حاجه على اعتبار ان ابنه مش قادر يختار الصح، هو لو سابه حسب اللي هو حبه هو هيريح دماغه منه حقيقة. لان الولد هيبقى ده مسؤوليته يعني انت دخلت كده خلاص على مسؤوليتك نشوف بقى هتعمل ايه، ممكن يجيب مجموعه يبقى معيد في الكليه يبقى استاذ يبقى بصمه في المجال يقدم حاجه مختلفه. وشفنا كتير قوي دخلوا كليات وحتى كمان في زماننا احنا وبعدين غيروا من كليه لكليه، يعني رجعوا تاني للكليه اللي بيحبوها لان هم مش قادرين يتواقموا معاها مش كتير قادرين يعني فنانين حضرتك تفوق ان فنانين كتير خريجين طب فنانين خريجين هندسه ودي دراسات صعبه. طب هو ضحى من عمره كل ده ليه بيدرس طب او بيدرس هندسه طالما تخصص في هيبقى تخصص في الفن وهو كان من باب اولى انه يبقى يعني صحيح. الدخول هنا اكتر. طب دكتوره نعود الى لب المشكله الحاليه اللي احنا فيها، اختيارنا للكلية هيتم ازاي؟
رغم ان في درجات مختلفه، رغم ان احلامنا ما توافقش ما حصلنا عليه من درجات، رغم ان التنسيق جايب حاجه مش عندي وامنيتي يمكن تكون بعيده قوي قوي وصعبه قوي المنال، ازاي اختار ما بين متعدد في الاختيار، اكنه نفس الامتحان برضك اللي دخل ليه الطالب، ازاي يختار من بين متعدد الكليه اللي هتناسبه، وازاي يكتشف هذه القدرات في الكليه اللي ممكن يقدم لها. هو المشكله ان الناس مش واعيه بنفسها، يعني في حد مثلا يقول لك انا بحب اللغه العربيه جدا وتلاقيه ساقط فيها. طب بتحبها ازاي؟ هو مش عارف نفسه. انا بكره الماث، بكره الرياضيات، تلاقيه جايب فيها درجات نهائيه. فهو مش عارف نفسه. تمام. فانا لو يعني انا لو مجموعي اهلني الكليه دي فهو محك. يعني الاختبار ده جاب لي الحاجات اللي انا بقدر احصل فيها. فانا لو دخلت الكليه دي هنجح وهقدر اثبت نفسي ليها. انا واخد ممكن اكون واخده عن نفسي صوره غلط. صورة مش حقيقية. صح. فأنا خلاص أنا جبت المجموع الحاجات اللي جبت فيها درجات، أين كان السبب بقى، إن أنا كنت تعبان يومها، إن الورق مش عارفة إيه، إن الأسئلة كذا، إن الورق وقت كان ضيق، إن أي كانت الأسباب دي كلها حاجات إحنا بنحطها عشان نثبت إن إحنا كنا صح. إن أنا ما اتصدمتش في نفسي. لما أقول لك أنا بحب الرياضيات جدا نفسي أبقى مهندسة وبعدين أسقط في الرياضيات. لا، لو كنت بحبها كنت قدرت احصل، كان حصل تغير في القشره المخيه في منطقه الرياضيات، كنت جبت فيها مجموع. لان طموحه وقدراته ما وافقتش ارادته، وخصوصا مثلا لما واحد يقول والله انا في عيلتي مثلا كل ولاد خالاتي مثلا مهندسين، وبابا بينظر لي او ماما او انا بنظر لنفسي ان انا اكون وسطهم برضك مهندس على نفس المستوى، فهنا قدراتي مش هتجيب دوت، واحلامي مش قادر، انا عاوز عشان ابقى لكن انا مش قادر، يبقى قدراتي هنا مش هتناسبني وهنا هضيع وقتي. ممكن احقق حاجه تانية. انا لو دخلت تجاره او اداره اعمال ممكن اعمل بيزنس وهم يشتغلوا معايا. يعني ممكن اعمل امبريلا تلمهم. طب التفكير بالشكل ده ممكن يحل لنا مشاكل. يعني مثلا انا ممكن اقول ايه، انا حلمي كذا وبعدين انا عاوز احققه، لكن هيبقى فيه لفه، معلش خليني اخش الكليه القريبه من حلمي وبعدين ابدا احرك الدفع على الاتجاه ده، زي ما بيحصل مثلا في كليه الصيدله او بيحصل في كليه الطب، ساعات بيبقى هو عاوز يبقى صيدلي مثلا ما عرفش يخشها، ممكن من خلال كليه الطب ياخد دوره ثانيه او حاجه ثانيه تاهله انه يبقى في مجال الصيدله. هناك احلام ممكن تتغير يعني، او اتجاهات في عمل ممكن تتغير. هل الوزاره المفروض انها تفتح ابواب لهذه يعني هذا الطموحات المختلفه، بحيث ان يتم بعد تخرجه التحاق بكليه كان حاببها مثلا وكمل فيها؟ معظم الشباب بيغير رايه بعد ما بيدخل الكليه. ايوه، بيقول والله دي كليتي. يقول لك انا لسه هدرس تاني، انا خلاص هروح لسوق العمل، بيبقى عنده رؤيه اوسع. بس ده المفروض يكون متاح، لان اللي هيغير هو اللي فعلا مقتنع وفعلا عايز يعمل بصمه. لكن مش كلهم هيغيروا. كل في الاول هتقول له، هيقول انا عايز اغير، انا هدخل هحاول، زي اللي بيدخلوا طب عشان علوم عشان يحولوا طب، او بيدخلوا علوم عشان يحولوا صيدله، او بعد فتره هو بيرضى بكليته وبيبتدي يتفتح له افاق. يقول لك طب انا جبت امتياز، ممكن ابقى معيد، ممكن اتعين في شركه فلانيه، انا اكتشفت ان هم فتحوا فرع للشركه في المكان الفلاني، فانا هعمل دلوقتي هدخل القسم ده عشان يبقى متاح لي. فبعد شويه كل شويه الرؤيه بتتغير، وعشان كده لازم انا دايما تفكيري يبقى مواكب التغيرات، التغيرات بتاعه العصر وتغيراتي انا النفسيه. يعني انا اللي في ثانويه عامه مش انا اللي هبقى في اولى كليه، مش انا بعد سنتين، مش انا اللي كنت من 5 سنين. فانا كل شويه افكاري بتتحدث، وده الطبيعي. لازم لو ما اتحدثتش يبقى انا عندي حاجه غلط. يعني لو فضلت في الكليه بنفس الدماغ اللي انا فيها في ثانويه عامه يبقى انا دماغي فيها حاجه غلط. تمام. طيب احنا دلوقتي في المشكله ولسه ما خرجناش منها، ازاي هيكون لنا دور انا كطالب في اختيار كليتي، وازاي هيكون دور لحواليا الاب والام طبعا والاخوه وبعض الاصدقاء، الجا لمين عشان اختار مع نفسي ازاي؟ اشكاليه ايضا ابنائنا الطلاب موجودين فيها. بعض حلولك النفسيه والخاصه بالعمليه التعليميه دكتور. انا هختار الحاجه اللي انا حاببها. تمام. اوكي، اللي انا شايف نفسي فيها، وده طبيعي لازم يواكب ان جايب فيها درجات. يعني ما حدش جايب غير لائق في الرسم مثلا يقول لك انا بحب الرسم. فانا هختار الحاجه اللي انا حاببها، اللي انا حاسس هدي فيها. لو ده ما توفرش اختار الحاجه اللي ليا ناس فيها هم هيعلموني. صح. يعني اللي بابا طبيب او بابا صيدلي او بابا محامي فهو عنده المعرفه الميدانيه. لو انا دخلت كليه هو فتح لي طريق. فانا والخبره دي بفلوس والخبره دي بمجهود. فانا عندي حد هيدعمني، حد هياخد بايدي، بس ما اكونش كارهها.
ايوه يعني انا لو بابايا محامي وانا الحقوق بالنسبه لي يعني كنت بحلم بطب، بس الحقوق اتس اوكي مش وحشه، ما جبتش مجموع طب، ما تهش بقى في علوم وتربيه، ما انا عندي طريق مفتوح وطريق انا مش كارهه، انا تمام بالنسبه لي اتس اوكي يعني الحقوق مش وحش بس ماشي شغال، فانا اروح الطريق اللي اعرف فيه ناس عشان ياخدوا بايدي، تمام لما ياخدوا بايدي هيحطوني على الطريق، هيدوني الخبره، يبقى انا مثلا الصبح في الكليه، بعد الظهر مع بابايا في المكتب بشوف الدنيا فيها ايه، فهيبقوا الاثنين مع بعض، الخبره العمليه مع الدراسه هقدر اعمل فيها بصمه. تمام لكن فكره التمرد طول الوقت دي بتهدم، بتخليني دايما ببتدي من الصفر. وحس ان انا مش هقدر اعمل حاجه لان انا راح طموحي وامالي، وبيصل الامر الى مشاكل نفسيه رهيبه وتصل الى الجانب الصحي. لا، وفكره ان هعمل بنفسي مش هعتمد على حد، يعني في اولاد متمردين هو بالنسبه له الهندسه حلوه بس عشان بابا مهندس انا لن اعيش في جلباب ابي، مش هبقى مهندس. تمام. بالنسبه له الحقوق جميله بس انا مش هدخل الحقوق عشان بابايا محامي، انا مش هبقى زيه. لا، طب ليه؟ ده باباك موفر لك، ده باباك فرش لك الطريق، ده موفر عليك شغل 5 6 سنين. يعني انا ابص للامكانيات اللي حواليا اللي ممكن تدعمني اثناء دراستي، ضروري ضروري، سواء كان الوالدين او حد من الاقارب او الاخ او الى اخره، حتى هتوفر لو عليا كان كتير. الكليه دي مش رغبتي، لكن انا انا 100% يعني هو انا ما بحبش الحفظ، تمام، ما انا هفشل. طب ده لو متوفرش، هل هناك استعانة بصديق زي ما بنقوله في حل المشكلات؟ لو ده ما توفرش وده ما توفرش ابتدي بقى اشوف اقرب كليه ليا انا اقدر انجز فيها، يعني انا متوفر واسال اصدقائي، ممكن في اصدقاء سبقوني واشوف ناس في بقى في العيله او في برضو يعني ممكن مش كل الناس بتدي صوره صادقه. بس انا اسال سؤال بذكاء بقى، اقول له لو رجعت الايام هتدخل علوم تاني؟ بس ده السؤال الكاشف، لان ممكن انا اساله في فتره امتحانات يقول لك لا دي مزعجه والدكاتره متعبين وطول النهار واقفين في المعامل والدنيا، ده يكفي اللي احنا بنشوفه طول النهار، فيدي احباط، يدي احباط، ويعني اللي اتعلموا خدوا ايه؟ طب انت ليه ما قعدتش في البيت؟ تمام، يعني اللي بيقولوا اتعلموا خدوا ايه ده الكارثه، ان المتعلمين طب انتوا ليه وقفت يعني ليه ما وقفتوش تعليمكم؟ فبيدوا رساله سلبيه للجيل. بس هو السؤال اللي بيتسال سيكولوجيا صح، لو رجعت الايام هتدخل طب، لو رجعت الايام هتدخل علوم، لو رجعت الايام هتدخل هندسه، لو رجعت الايام هتدخل في كمان كليه العسكريه، تمام، هتدخل كليه العسكريه دي، السؤال ده هو السؤال الكاشف. ويكون صادق مع نفسه في الاجابه، يعني لا، انا لو سالته لاي حد هيضطر ايه يعني هيجاوب يرجع لمخزونه العاطفي. لا، بالطبيعي يقول الطبيعي لك والله هي برضه احسن من غيرها، برضه مجالات الشغل لها مفتوحه، وهو برضه احسن من الكليات التانية لان عددهم كبير، ما هو برضه انا بعد ما دخلنا لقينا مثلا فيها قسم انجليش بقى كويس، يعني هديني اجابات مريحه او اجابات قريبه من صادقه. الواقع، صادق، بنسميه اجابه طبعا. صادقه. طب دور الابوين هنا بقى، بالنسبه للابوين طبعا هنا ساعات الام تندب حظها وتحط اللوم على بنتها او ابنها، والاب كذلك، وضياع الاحلام ومش واخره، وفرصه ان انا اعيد، وفرصه، الحاجات اللي زي دي كلها بتخلي اولادنا مش عارفه تاخد قرار وهي ماسكه ورقه اختيار الكليات. ما هو التوتر مش حلو، انا طول ما انا متوتره مش قادره اخد قرار. هو دايما ربنا بيختار الاصلح حقيقة، وده الأقدار بقى، الإيمان بالقدر. كل ميسر لما خلق له، كل إنسان ميسر لما خلق له، وأنا أقدر أثبت نفسي في أي حاجة، يعني أنا ممكن في أي حاجة أدخل أبقى فيها بصمة، ده اللي يفرق. تمام. أنا ممكن أبقى دكتورة محدش يعرف عني حاجة، ممكن أبقى دكتورة وأعمل مشكلة، لكن ممكن أدخل أي كلية وأعمل فيها بصمة. أنا ممكن أخش كلية أنا مش عاوزها وأبقى رئيس جامعة يعني عمر مثلا، يعني وأبقى عميد وفي كلية. المجالات التانية يعني عمر خيرت في الموسيقى، يعني علامة. صح؟ صح، والنجاح بيؤدي الى نجاح، فادخل حاجه انا حاببها، انا اقدر اعمل بصمه فيها، ده تمام. المهم. تمام. طب نرجع ورا شويه كمان ونشوف نظام التعليم، يمكن في مصر بيختلف كتير جدا عن دول تاني، رغم ان احنا كنا اصحاب رياده، لكن بنلاقي دوله زي الامارات وبنلاقي فيها نظام جميل، يعني لما كنا بنتابع عمليه تغيير العمليه التعليميه كنا بندور على البلدان اللي حوالينا في برنامجنا، وكنا بنشوف ايه هو النظام التحديث الجديد للعمليه التعليميه. لقينا في الامارات حاجه جميله قوي، ان الطالب بيوجه من خلال درجاته للاقسام المختلفه، فبيتشعب الى علمي، الادبي، علم علوم، علم رياضه في هذا المجال، وده بيبقى حسب درجاته اللي بيحصل عليها، وبيبقى للطالب رغبه والاولياء الامور برضك طلب. فاذا كان الطالب دخل المجال المدرسه حددته له يخش فيه، فبيعمل مقابله مع المدرسه او مع مديره او مع عشان يغير الرغبه دي، يعني هو بياخد هنا يعني تركات لابد انها يخش فيها لوحده اوتوماتيك، هما بيحولوا ليها علشان يتجنبوا حكايه انه يبقى عاوز حاجه ومش لاقيه،
وفي نفس الوقت بيأثروا عليه الطريق وهو أولياء أمور. هنا برضك وقفة مهمة قوي، هل محتاجين في العملية التعليمية أن توجه ولادنا من خلال درجات وامتحانات ورغباتهم مقابلات وتحديد وتحديد مسار والى اخره لغايه ما يبدا الابن تتولد عنده الرغبه الفعليه ويكون على التراك نفسه ويكون قادر على انه يجيب الدرجه اللي تدخله الكليه او مصابر عليها حتى على الاقل؟ ما هو المشكله عندنا مشكله معرفه، ان هو ما يعرفش كل التخصصات، ما يعرفش كل المجالات، في اقسام بتفتح لا من خلال الدراسه، من خلال المواد يا دكتوره اقصد، يعني من خلال المواد اللي بيدرسها الامارات بقى تحدد والله ده متفوق في العلوم يبقى انا هدخله علمي. بس السيستم ده من زمان في اليابان ومن زمان في جنوب شرق اسيا، عشان كده عملوا تقدم. يعني ده من زمان وهم صغيرين بيشوفوا الولد اللي بيروح للمكعبات بيوجهوا الهندسه اللي بيوجهوا له. طب احنا محتاجينه، احنا محتاجينه طبعا طبعا. يعني وده اقرب ان الام تعمله في البيت، يعني اصل التنميه البشريه تنميه عمليه ذاتيه، ان انا ابدا بنفسي، انا مش هستنى حد يغير، مش هستنى حد يحط السيستم. انا من الاول شايفه ابني كويس في ايه، انا ابني مثلا بيحب المكعبات يبقى ده كويس في الهندسه. انا عندي بنت انا ما احبش انها تبقى مهندسه، لان مجال العمل يا اما هتقف مع عمال مثلا، يا اما هتبقى محبوسه في مكتب قدام كمبيوتر بتصمم. ده المهندس المعماري يعني، اما مع عمال او بيعمل التصميمات والحاجات. طب هعمل ايه؟ هحطها حاجه قريبه الازياء. لما تصمم ازياء ما هي قريبه من الفكره. فانا ابتدي من الاول اوجه ابني او بنتي للحاجه اللي انا شايفاها كويس فيها من الاول، لكن وما اقفلش عليه. يعني مش يا مهندس معماري يا ما ينفعش، لا ممكن مهندس. بس ما نسيبوش الامر متاح بس لاولياء الامور، يمكن زي ما قلت حضرتك في الامارات حتى هنا لو بعد شويه عن رغبته الاساسيه ودخلوه هم حسب مجموعه وحسب درجاته لمكان تاني او تراك تاني، الاب والام والابن بيحضروا في مقابله، بيبدا الام والاب يؤكدوا ان رغبه الولد الفعليه كذا بدليل مثلا رسمه، بدليل تفوقه في الجانب ده، ممارسه النشاط ده في شكل صيفي مستمر، حصوله على جائزه في هذا المجال. فهنا المدرسه بترجع تاني لرغبه الطالب وتغير له وتعدل له اتجاهه بناء على حبه للشيء ده. يعني اذا هنا ده تغيير في السيستم. تمام. يعني احنا عاوزين الوزاره برضك واولياء الامور والجانب الخاص بالثقافه. ايوه طبعا، بس احنا يعني احنا اللي نملكهم اولياء الامور. حقيقه التانيين توصيل، وهي دي المشكله. احنا طبعا بنقول مع الوزير التربيه والتعليم كل يوم والتاني بياكد ان العمليه التعليميه هي مهمه قوميه وان ده هدف قومي استراتيجي للمستقبل لكل اولادنا. فخامه الرئيس بيقول احنا محتاجين اولادنا يبقوا دايما في الصفوف الاولى، محتاجين احنا مع اولادنا مش ضد اولادنا، حتى يمكن لما الدرجات اختلفت وقال الحق اتقال انه ان ده لان تغيير العمليه التعليميه والدرجات بدات ليها وضع تاني مختلف، لكنها بتعود برضك لنفس القدرات الخاصه بالطلاب. الفكر اللي جاي الجديد يا دكتوره محتاجين اكتر ان احنا نوسع شويه يمكن في العمليه التعليميه، نكتر شويه في الجامعات علشان ما يبقاش في تازم، نفتح فرص عمل كتيره جدا لابنائنا ونبين لهم قد ايه انا لو اتجهت للتخصص ده هو متعطش اليومين دول من العمل، فيلا اتجه لهذا الجانب لانه ده مهم. كمان نغير في المناهج الخاصه بيه ونوجه من الصغر لتخصصات لسه ظاهره، يعني ما نفاجئش الطالب ونقول والله تعالى خش التخصص ده، لا هو بيدرسها من ساعه ما ظهرت عشان لما يفتح الباب يقدر يخش هذا التخصص. برضك دي رؤيه للمستقبل. هو طبعا كل اللي حضرتك قلته دوت كويس، بس هو التعليم اونلاين حل المشكله دي. يعني المدرج اللي بياخد 100 اونلاين ممكن 500 يدخل اونلاين. الجامعات العالم كلها دلوقتي بسهوله جدا ان هو يتواصل مع جامعه اونلاين ويروح على وقت الامتحانات بس، او حتى يمتحن اونلاين. ففكره التعليم اونلاين هي اتاحت فرص ما كانتش موجوده في الاجيال اللي قبل كده. فيعتبر الجيل ده نوعا ما محظوظ. وبعدين مع برضو الانترنت وان هم اوريدي متدربين فيها والموضوع ده بالنسبه لهم اسهل كتير مننا، فهم عندهم باب للمعرفه مفتوح طول الوقت. والمعرفه عندهم انتقائيه، بقى بيتعلم الحاجات اللي هو عارفها بيدخل عليها ويتعلمها، فدي حاجه جميله جدا. فهو المفروض يبتدي يدور ويشوف ايه اللي ممكن يدخله اونلاين، ممكن جامعات مش مصريه، ممكن جامعات اوروبيه، ممكن جامعات روسيه، في حاجات بقى كتير على مستوى العالم الطلاب التحقوا بيها، ويبتدي فعلا يحط لنفسه رؤيه ويعيد ترتيب افكاره واحلامه، وان شاء الله كلهم احلامه تتحقق. دكتوره طبعا يعني احنا بنشكر حضرتك على هذا اللقاء الطيب دكتوره رباب ششتاوي، ودايما بنقول مهم قوي ان احنا نبصر في اولادنا باحتياجاتهم ونبصرهم كمان بثقافه معينه علشان هم كمان يستعينوا بيها تلقائي في وقت الازمات.
أنا بشكر حضرتك، وإحنا لسه ميرسي. مستمرين معاكي، وفقرتنا التانية إن شاء الله هتكون مع زميلة عزة رمضان. أعزائي المشاهدين، خليكم معانا طبعا فاصل، ونواصل بعد هذا الفاصل مع الدكتورة رباب الششتاوي، لنواصل الكلام والحديث أيضا عن إشكالية اختيار الكلية، وإزاي نقدر نصل إلى اختيار صحيح مع زميلتي العزيزة الأستاذة عزة رمضان. خليكم معانا بعد الفاصل، نواصل بمشيئة الله. بجدد ترحيبي بكل مشاهدينا مشاهدي حديث التعليمية، وبجدد ترحيبي بضيفتنا الجميلة دكتور رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وخبير التنمية البشرية. بجدد ترحيبي بحضرتك. مرسي، شكرا. نص الحلقة الأولاني اتكلمنا عن موضوع مهم جدا مع زميلنا العزيز الأستاذ محسن العشري، اتكلمنا فيه عن اختيارات أبنائنا وأسرنا الكريمة لكلياتهم، والمعروف طبعا إن ما كانش الاختيار جماعي بتبقى في مشكلة على المدى الطويل. صحيح. لأولادنا ولأسرنا الكريمة، بالرغم من أننا خلينا نقوله بمنتهى الصراحة غير معتادين على الاختيار المنطقي والعلمي والأكاديمي في اختياراتنا لمستقبل ولادنا في الكليات، ولا حضرتك ما تتفقيش معايا؟ صحيح، احنا مش مدربين على الاختيار. يعني من حتى يعني في كتير بيفرضوا على اولادهم حاجات حتى في اللبس، عودوهم على كده، فالولد مش متعود يختار، فلما يجي في حاجه زي كده يختار يحس ان هو واقع في ازمه، والاخر بيقول على طول بيثق في مامته او باباه وهو متعود يختار له، فهو بيمشي ورا رغبته. يا اما تيجي على الناحيه الثانيه ان حد تعب فمتمرد، فهو حبيب الكليه اللي بيقولوا له عليه، هو شايف نفسه فيه، يقول لهم لا مش داخل يا حبيبي دي كويسه، لا خلاص، كنوع من انواع التمرد. فيعني وفي نوع ثالث يستكين ويستسلم الى ان تسير الامور عكس المسار الطبيعي، يبدا في لوم كل من حوله في مسؤوليتهم عن الاختيار. فهي الـ 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 الناتج النهائي للامر كله غير مريح.
يعني في ولاد فعلا بيلعبوا اللعبه دي ان هو يدخل كليه بابا عايز عشان يبقى هو مسؤول عشان يقعد براحته مثلا 10 سنين في الكليه مش انت اللي اخترتها خلاص قلت لك مش حاببها من الاول فهو عشان يعلق يعني يعلق عليه المستقبل بنعتمد في معظم الاحيان على العقل الجمعي والعقل الجمعي لابد له من موجهات ومسيرات يعني احنا زمان كنا بنقول بلاش التوجيه العام بلاش ان احنا نوجه مسار المجتمع للتوجهات بعينها لكن في الجانب الأكاديمي والعلمي وحرصا على السلام المجتمعي والسلم المجتمعي المفترض ان يبقى فيه توجيهات عامة مسبقة للتوعية والتوجيه في مثل هذه الاختيارات في رأي حضرتك حاجة زي كده ممكن تتم ازاي وخصوصا ان احنا كمجتمع بنعتمد على دائما خبرة التجربة والخطأ وهي التجربة تيجي نتيجتها طيبة الحمد لله تيجي نتيجتها سيئة نبتدي ندور على كيفية تصحيح المسار هو الإعلام بيركز على مهن بعينها والمهن دي بيحطها في فريم راقي وبيحتقر مهن بعينها والمهن دي بيحطها في فريم مش كويس فهو بيوجه مع ان المهن اللي احنا بنبص لها انها مهن مش يعني مش طب او هندسه دي مهن مؤثره جدا في المجتمع ولو حصل فيها اي خلل يعني يؤذي الناس كلها يعني كان بيسالوا حد في وكاله ناسا فبيقولوا له مين اهم حد في الوكاله فقال لهم العامل اللي بيجي ينظف الوكاله الصبح لان لو دي مش موجوده احنا كلنا مش هنعرف نشتغل كل عمل مقدس كل عمل جميل كل علم رائع كل كلية لها احترامها كل تخصص علامة كل تخصص له علماء والناس اللي شقوا فيه والناس اللي عشان يحطوا نظرية أو يوصلوا ليها هم دفعوا سنين من عمرهم ومن مجهودهم فكل حاجة كويسة المهم ان انا ادخل حاجة اكون انا حاسة بيها انا حباها انا حاسة ان هبقى بصمة فيها لو انا حبيتها هبقى بصمة فيها لو انا قدرت لو انا دخلت كلية انا بحتقرها او انا شايف ايه ده انا هدخل اطلع ايه يعني ويعني فانا طبيعي مش هقدر اتعلم فمش هقدر ابقى عالم فيها لو دخلت كلية انا من جوايا لا انتوا مش واخدين بالكم دي الكلية دي فيها 1 2 3 دي مهمة جدا دي عشان انا هقدر بقى اعمل فيها حاجة كويسة هبقى إضافة في المجال الكلام اللي حضرتك بتقوليه صحيح تماما ان في بعض التحقير لبعض المهن وده اللي الى حد ما بيتم تداركه من قبل الدولة في الوقت الحالي بفتح مسارات واهتمامات اخرى لطلاب الثانوية العامة وبتبدأها من المرحلة الاعدادية للالتحاق بالاعمال الفنية او الدراسات الفنية المتخصصة بنبعد عن التجارية شوية واللي استوعبت عدد كبير جدا من ولادنا اتجه الأمر للتعليم الفني الصناعي والدليل على الاهتمام إكمال المسار بكليات تكنولوجية تفتح باب التعليم العالي أمام طلاب هذه المرحلة اللي بيعتقد البعض أن الدولة بتجرج فيها عدد كبير من طلابنا علشان يخرجوا بالإجبار للعمل الفني اللي قد قل مستواه في المجتمع على المدى الطويل الرائع ان في مصانع فتح مدارس بالفعل فالمصانع اللي فتح مدارس دي اكبر دليل على التوجه طبعاً الدوله اكبر دليل كمان هتوفر له فرصه عمل ما هو المهم ان هو يعني بره الكليه مش مهمه ليه لان اللي بيخرج من تعليم فني بيلاقي فرصة عمل جيدة وبيعيش عيشة مريحة دي لو اتوفرت هيكمل كلية ليه انا بشتغل دي حلقة في حياتي يعني انا بتعلم عشان ده طريق بيوصلني ان انا ابقى علامة في المجتمع واعيش كويس واعمل حاجة كويسة لو الموضوع ده وفر عليا سنين وخدته مثلا من بالتعليم الفني فانا هشتغل شغل محترم في مهنة محترمة وهقدر ان انا هبتدي حياتي المهنية بدري لان المهنة يعني التعليم بالخبرة ده ان انا يعني اقف قدام مكنة او ان انا ابقى في سوق العمل نفسه او ان انا اتعامل مع الجمهور غير الكلية الكلية دي حاجة اكاديمية قصة تانية حتى لو فيها جزء تدريب فدي حاجة مهمة جدا وحاجة جميلة لا وفي فعلا انا لمسة ان في شباب كتير جدا حابين ده واولياء امور بقى بيوجهوا ولادهم لده وفرصة برضو ان هو لو شايف انه حابب ان يعني الكم العلمي والمهني اللي خده في الفني مش كفاية لو عايز يشبع حبه للمجال ممكن يكمل لو ارتضى بكده وحاس ان هو عايش في مستوى كويس
متوفر له حياة كريمة، خلاص هو بدأ حياته بدري وبدأ في حاجة فعلا هو يقدر يبقى علامة فيها وحاجة هو حاببها. والمطمئن في الأمر إن الأمور يعني بتتم بصورة إحصائية جيدة، يعني في حسابات دقيقة لاستيعاب أماكن معينة لطلابنا سواء في التعليم الفني أو التعليم العام، واللي هيتخرج قد إيه وإيه الأماكن اللي تستوعبهم وإيه كيفية تحديد المسار على المدى الطويل. الأسلوب ده إلى حد ما ممكن نشوف صدى خلال السنوات القادمة بمشيئة الله، لأن أنت عارفة الموضة عندنا، فكرة الموضة في التوجه لأي حاجة عندنا غير محسوبة، غير محسوبة. يعني يا جماعة مثلا في مدارس تمريض فتحت، تلاقي كل الولاد توجهوا ناحية ده، في مش عارف ايه حصل، لا كله توجه. طب المكان اللي يستوعب دول هو لسه محدود، فالمفترض ان الإحصاءات يتم من خلالها تجويد هذا الأمر عشان يبقى فيه استيعاب جيد وبالتأكيد جودة في تقديم الخدمة على المدى الطويل. لا ما هو يعني المدرسة فاتحة تستقبل مثلا 100، مش تاخد أكتر منهم بالتأكيد. اللي اترفض لازم يبقى عنده خطة بديلة. بالظبط، الخطط البديلة دي مهمة. لازم لازم لو أنا ما نفعش في ده يبقى أنا عندي إن أنا أجرب في ده، لو ما نفعش في ده يبقى أنا عندي أجرب في ده، ما نفعش ده يبقى أنا عندي أجرب في ده. إزاي هيبقى في خطط بديلة أستاذتنا الفاضلة دكتور رباب الششتاوي، استشاري علم النفس وخبير التنمية البشرية، فكرة البديل؟ البديل ده ما بيجيش إلا بناء على تفكير منطقي وداتا، معلومات عندي تديني الخبرة في القدرة على الاختيار. احنا بعينها باختيارهم، وقبل الالتحاق بيفكر انه يحول لكلية تانية لان زمايله اللي اقل منه دخلوا الكلية دي بمجموع اقل من مجموعي. طب انت يا ابني رحت الكلية دي، شفت ايه المواد الدراسية اللي فيها، شفت ايه اللي بيتم، رغم ان دلوقتي كل شيء اونلاين، انا اقدر بزرار اعرف الكلية دي هتوديني لفين حتى بعد التخرج. المعلومات دي مغيبة عند ولادنا. هو قلة المعلومة بتضيع وقت وجهد وفلوس، أكيد. فدايما المعلومات بتوفر ده. المشكلة ان فترة المراهقة بيبقى نمرة واحد عنده صحاب. انا مهما قلت وحضرتك مهما قلتي صحابي بيعملوا ايه، هما اللي اوكي. هو دي طبيعة المراهقة، دي طبيعة المراهقة. لو أنا صبرت عليه، لو أنا قلت له طب استنى شوية، طب ندخل شوف الدنيا، يعني ما طب بص جرب أنت، إحنا ممكن نحاول في أي وقت، أنت جرب، بعد يومين ثلاثة هيصاحب ناس تانيين وترجع. كنا بنشوفها في المدارس الثانوي لما يبقوا الولاد في أولى ثانوي مع بعض وطلعوا تانية ثانوي، فهم عايزين يبقوا في نفس فصولهم، فتيجي أعداد نقل كتيرة جدا 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 من إن هم عايزين ينقلوا من الفصول. بعد شوية صغيرة كل حد حابب الفصل بتاعه، تقول لهم انقلوا، يقولوا لا خلاص يا جماعة ما أنتوا كنتوا مقدمين طلبات دي مهزلة كل سنة بداية السنة. كل حد عايز يقعد جنب صاحبه من السنة اللي فاتت. بعد مرور وقت مفيش أسبوعين أو أسبوع من العمل الدراسي، لا أنا خلاص أصل أنا خدت على المدرسين، أصل أنا استريحت في الكلاس بتاعي، أصل الدنيا بقت كويسة. فإحنا لو صبرنا على أولادنا بعد شوية هيلاقي نفسه في الكلية اللي هو فيها، في التراك والتراك الصحيح. فكرة الصبر في التعامل مع أبنائنا بيبقى صعب تواجدها عند أولياء الأمور، خصوصا لما تكون الأمور عاجلة والاختيارات سريعة واتخاذ القرار لابد منه في لحظات أحيانا مش في أيام. نقول إيه لأولياء الأمور وكيفية التعامل مع أبنائنا، وخصوصا حضرتك بدأتي الكلام بالفعل في هذا الأمر، في التعامل مع سوء اختيار أبنائنا يعني أولياء الأمور محتاجين صبر أيوب، خصوصا مع الجيل ده. يعني هو متخيل إنه عشان بيقعد على الكمبيوتر أكتر مني وعنده يعني في الميديا أكتر، فهو متخيل إنه هو سابقني بكتير، وهم برضو نفسيا هشين، دي كارثة. يعني ان هم بيظهروا ان هم اقوياء وتلاقيه يعني يجادل كلمة بكلمة ووضع بوضع، لكن هو نفسيا بيبقوا هشين جدا، فمحتاجين ان انا اطول بالي عليهم جدا، لان انا لو سبتهم ممكن يروحوا تراك هم مش قدوا. فانا ابتدي بالراحة وبالاقناع، ما اقتنعوش خلاص اقول له بس دي مسؤوليتك، انا عندي اخر السنة تجيلي ناجح، لو انت ما جتليش ناجح انا هنقلك كلية تانية، او يعني هوديك الكلية بقى اللي انا شايفها صحيح. انت كده ولا بتعرف تختار ولا بتعرف تاخد قرار، فيعرف ان القرار اللي هياخده ده له تبعات، فيبتدي يفكر ويعيد حسابات تانية لما انا احمله المسؤولية. جميل، بيبقى اننا بنتكلم عن تحمل المسؤولية. دكتور رباب، في فترات وازمنة مش بعيدة كان طلابنا بعد الثانوية العامة بيحاولوا يسافروا
للخارج وخصوصا لأوروبا ويمتهنوا أي مهن منها، أنه يبقى في تورينج، يتعرف على بلاد جديدة، ياخد خبرة جديدة، حتى لو المهنة غير مقبولة اجتماعيا هنا عندنا في مصر، هناك ما حدش شايفني، أنا بعمل اللي أنا عايزه، بكسب مبلغ كويس، بتعلم واخد خبرة جديدة وباجي أعلم أكمل تعليمي. كانت أعداد بسيطة، لكن فكرة تحمل مسؤولية الشاب والشابة لأنفسهم بعد الثانوية العامة ما بيتمش طرحها بالصورة المطلوبة في مجتمعنا، وخصوصا ان احنا مجتمع يبحث عن الاجتهاد والعمل، لان احنا مفيش قدامنا غيره علشان يرتفع مستوانا. الفكرة دي ازاي نقربها لأولياء الأمور، وخصوصا ان الأب والأم عندنا في مصر بيستبعدوا هذه الأفكار على اعتبار انه لازم يكمل تعليمه ويأكد دراسته الأول وبعد كده يبقى يفكر في الشغل. هو يعني هو الشغل خبرة والعمل قيمة. أنا ابني لما بيشتغل مش هيفكر في حاجة مش كويسة، ابني لما يشتغل الشغل هياخد مجهوده، مش يشتغل إنه يقعد على مكتب، بالعكس ده في السن الصغير لازم يشتغل بعضلاته، عشان عضلاته لو هو ما استعملهاش يعني هتضعف، وعشان تاخد منه مجهود تسحب منه الأفكار السلبية. فأنا لازم طول الوقت أشجع ابني على إنه يشتغل، إن هو يتعامل، ده هو لو اشتغل واخر الشغل خد مرتب صغير هيعرف قيمه الفلوس، وهيعرف ان الفلوس دي بتيجي بشقه، وان هو لما يتعلم هيبقى عارف ان هو يعني كل الفلوس اللي بيستثمرها في التعليم دي مش مرميه على الارض، مش كل سنه انا هدفع وياخد فرصه اطفال طلاب تانيين. ما هو المشكله ان الطالب المتواكل اللي مش حاسس بقيمه اي حاجه، ولا ازاي الكرسي ده توفر له في الجامعه، وجاي مش متحمل مسؤوليه، ومامته وباباه شايفينه ان هو اصغر من انه يتحمل مسؤوليه دلوقتي، ممكن مثلا بيتواخد كرسي لمده 5 سنين في سنه اولى، فهو مضيع الفرصة على زمايله، على لأن في سنة أولى مثلا هي استيعابها 100، هو بقوا 99 بوجوده، فهو المفروض يبقى حمل للمسؤولية ان هو يقدر يتحملها ويقدر فعلا ياخد القرار الصح. ده بيتعلمه من هو صغير، ان انا دايما اقول له خد قرار في اختيار لبسك، خد قرار في اختيار اصحابك، ولو دايما اعدل، انت اخترت مثلا الصديق ده وعمل 1 2 3 يبقى انت بتعرفش تحكم على الناس، اختار مثلا المواد اللي هتدرسها، لو اختار حاجة وسقط فيها يبقى انت اختيارك سيء، لان انت اخترت حاجة انت مش عارف امكانياتك، فانت اخترت حاجة ما انتش قادر تكمل فيها، انت مش واعي بنفسك. فيبدأ طول الوقت يبتدي يفكر ويبتدي يتحمل مسؤولية، وعارف ان هو لو خد قرار لازم هيتحمل مسؤوليته، فلما يدخل يتعلم يبقى قد مسؤولية التعليم. التعليم ده مسؤولية، التعليم ده الدولة بتدفع فيه وولي الامر بيدفع فيه، فهو لازم يكون قد المسؤولية دي. لما بيبقى التعليم مع العمل دي فكرة كويسة جدا، دي فكرة رائعة، لأن العمل بيضيع الوقت اللي هيقعد يضيع وقته على الفيس ويضيع وقته على الواتساب، ويدخل في تجارب فاشلة أو تجارب سيئة أو تجارب هتعلم في شخصيته، وخصوصا التجارب العاطفية بتعلم فيهم جدا وبتأثر فيهم جدا. اللي هيقيم من ده إن هو يبقى بيشتغل أي حاجة، مش مهم بياخد كام، المهم إن ما عندوش وقت فاضي للتفاهات دي، بتقويه نفسيا وبتخليه صلب. وانا عايزة ايه في الدنيا اكتر من كده، ان ابني يبقى حد كويس. والهدف النهائي هو الوصول لمهنة يحبها، ينتج فيها، يستمر فيها، وان كان الاستمرارية في اي مهنة ترند قديم قوي. بص، هي الشخصية القوية تجدد الامر، يعني الشخصية الناجحة ناجحة في كل حاجة. يعني انا اعرف حد طبيب ناجح لما جرب يدخل تيست لدراسة هندسة برة طلع الاول، هو اصلا حد جينيوس، حد كويس، فكويس كويس في كل حاجة. والشخصية الضعيفة السيئة سيئة في كل حاجة، يعني اللي هيفشل ممكن يعني لا قدر الله، يعني ربنا يحمي اولادنا كلهم، هيفشل في طب، يفشل في هندسة، ممكن يفشل في اداب، ويفشل في حقوق، ويفشل في معهد. ليه؟ لانه شخصية مش قادرة تتحمل المسؤولية. فانا لازم اربي الاول شخصية كويسة واخليه يتحمل المسؤولية، ابتدي بقى اللي انا ما عملتش كده مع اولاده يبدا يعملها، يقول له خلاص بقى اللي عدى ده، خلاص انت دلوقتي بقيت مسؤول، معاك بطاقه، دخل الجامعه، انت عند الحكومه كده حد راشد، وانت عندي حد راشد، فانت تتحمل مسؤوليه نفسك. ده مهم قوي. جميل. جانب اخر من الجوانب الهامه جدا في اختيارات ابنائنا لكلياتهم، رغباتهم، قدراتهم، مواهبهم، وايضا قدرتهم على تطوير ذواتهم من خلالها. زي ما قلت حضرتك، الترند القديم ان انا اختار مهنة واستمر فيها
أمر أصبح غير وارد في مجتمعنا، ومع تغير شكل المهن وشكل الوظائف ومتطلبات المجتمع الإلكتروني أصبحت مختلفة ومتنوعة. إزاي نحط في أذهان أبنائنا وأولياء أمورنا الكرام فكرة إن التعليم مش مجرد 4 سنين كلية أو 5 سنين وهتنتهي وهستقر في عمل وانتهينا، في جوانب هامة تانية لازم نجودها ولازم نشتغل عليها، وهي التدريب والحصول على كورسات متخصصة الوقت ما ضاعش عليها، بل بالعكس المفترض انها تبدأ في الوقت الحالي. هو التعلم عملية مستمرة، ودلوقتي في مصطلحات زي التعلم مدى الحياة او التعلم المستمر. الشهادات اكسباير، يعني اي شهادة لها فترة صلاحية. يعني اللي خريج مثلا طب عيون او طب تخصص في العيون من 10 سنين، هل طب العيون من 10 سنين زي دلوقتي؟ دلوقتي في اجهزة ليزر، العيادة اللي ما فيهاش ليزر او طبيب العيون اللي ما بيعملش ليزر اكيد شغله مش يعني. فعشان كده لازم ابني او بنتي يعرفوا ان كل حاجه فيها تحديث، فيها جديد، ان انا دايما لازم ان انا اشتغل على نفسي. ان انت مش دخلت كليه خلاص، انت دخلت كليه تجاره، معايا لازم كل الناس تعرف انجليزي دلوقتي، ايه الميزه انك تعرف انجليش؟ خد معاه فرنش، خد معاه الماني، خد معاه صيني. فانت محتاج دايما تشتغل على نفسك، دي اهم حاجه لازم يعرفها. خلاص فكره ان انا التغير في المجال والتغير في كل حاجه اللي كانت بطيئه جدا زمان، لكن دلوقتي كل يوم في جديد، فانا محتاجه دايما ابقى اب تو ديت. جميل دكتور عباب، معظم كلامنا بنوجهه لاولياء الامور لان هم مفتاح نجاح الاسره، اللي يقدروا يتعاملوا مع ابنائهم بطريقه تربويه ونفسيه وسلوكيه صحيحه. تخرج لنا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي رجال، وطبعا الرجال دي تضم الجنسين. أيوة. احنا بناتنا ما شاء الله عليهم عندهم القدرة على تحمل المسؤولية بصورة كبيرة جدا، ودايما اكبر من سنهم. لكن مفتاح النجاح دايما بنقول في ايد الاب والام، فرسالة حضرتك لكل اب وام في هذه المرحلة الشائكة في حياة ولادنا بعد انتهائهم من الثانوية العامة، في توجيه خلينا نقول مباشر لكيفية التعامل مع ابنائنا. احنا اتكلمنا عن الصبر، مفتاح جيد لكن حباله طويله شويه. احنا عايزين نتكلم فيه، لا قصدي بالصبر عدم الانفعال، انا فاهم عشان ما يدخلش في اطار عند بالظبط. نتكلم في جانب انجازي، جانب يعني نقول فيه الاكشن ريسيرش هو اللي الغالب، ان انا اخد خطوات ايجابيه حتى لو ولادي ما عدوش هذه المرحلة بنجاح، حتى لو ولادي وقفت قدامهم عثرات في بعض المواد وحيبتدوا يعيدوا. الفئة دي فئة السنة دي مش قليلة، عدد يزيد عن 150 ألف طالب وطالبة. احنا بنواجه رسالة لأولياء أمورهم عن كيفية التعامل مع أبنائهم في هذه المرحلة. هو أنا لازم أدعمه ولازم أقف جنبه، الكلام السلبي مش هيجيب حاجة. إن أنا درجته في الامتحان على فكرة هي مش درجته في الحياة. في ناس كتير كنا متخيلين ناظرين النظره الضيقه دي ان هم بدل سابونا في سنه معينه ان هيبقى مستواهم مش كويس او مش هيبقوا علامه في سوق العمل. لما الدنيا مشيت وشفناهم دلوقتي انهم كلهم كويسين. فالحياه اوسع واكبر من نتيجه الثانويه العامه. انا بقف ورا ابني ورا بنتي وبدعمه وبقول له بس احنا الاخطاء او اللي احنا عملناها ما نعملهاش تاني، ان احنا نتجنبها، وان شاء الله دايما ربنا بيختار الاحسن. ممكن تبقى السنه الجايه فرصه دخول الكليات اوسع، ممكن يكون في كليات جديده وتخصصات جديده فتحت، ممكن ان هو مثلا كان دخل مجال او درس حاجه هو مش مؤهل ليها يبتدي ان هو يعدل، ممكن يشايف نفسه في التعليم الفني وده اصلح له وانا ما كنتش واخد بالي ان انا غصبت عليه بالثانوية العامة، فالتعليم الفني أصلح له. فدي وقفة إن أنا أعيد تفكير وأدعمه عشان أحطه على طريق النجاح، ده مهم جدا. جميل، ورسالة جميلة لكل أب وأم استشعروا عدم قدرتهم على تحقيق أهدافهم من خلال أبنائهم، إن الأمل دايما موجود وإن البدائل موجودة والاختيارات متعددة ومتنوعة والمستقبل لسه قدامنا لتعديل المسار للأفضل لأسرنا ولأبنائنا بمشيئة الله. دكتور رباب الششتاوي استشاري علم النفس وخبير التنمية البشرية، سعدت بوجود حضرتك معنا النهاردة في حلقتنا. مرسي، أنا أسعد. شكرا. أشكرك. مشاهدينا الكرام، مشاهدي حديث التعليمية، كنا معا وبرنامجنا اليومي اللي بنعرض فيه
لأهم القضايا والمشكلات اللي بتواجهنا. ونرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة، على وعد بلقاءات قادمة بإذن الله. شكرا وإلى اللقاء.